اليوم الخميس 26 مارس 2020، قال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ أمر يغنيه. هذا هو واقعنا اليوم. ربي يرحم موتانا، وربي يشفي مرضانا، وربي يلطف بينا وبأمتنا، ويا ربي تقبل منا صلواتنا ودعانا. الخبر الأول: أعلنت وكالة فرانس 24 أن تونس تتجاوز الدول الأوروبية في الترتيبات والإجراءات الاستباقية اللي أخذناها، وبقدرة ربي كان ما متناش بالكورونا ما تقتلوناش بالعين. الخبر الثاني صرح وزير التجارة السيد محمد المسيليني اللي فما باخرة محملة بالألكول سرقوها في البحر. اليوم رجعنا للقراصنة، واليوم رجعنا للغورة بين الدول. اليوم احنا في حرب عالمية ثالثة. اليوم اما ما عناش قوات الحلفاء ودول المحور، اليوم عنا روحي. اما ما تحيروش، كان ما لقيتوش الكول باش تشريو الصابون، اهي هذه هي الحرب العالميه الثالثه. كان ما لقيتوش الكول باش تشريو الصابون، ما تحيروش، عقموا وحدكم، اخذوا ايترامي، خذوا عليها 5 مغارف ملح و5 مغارف خل، وفشوشوا الدنيا الكلها، حتى من الفلوس تجمو تفشوشوا عليهم. تبغي مفشفشين عليها خاطر ما يقعدش شيء. وبربي يخليكم، ربي يهديكم، شدوا ديارهم ونسمعوا الكلام نتاع الحاجه يرحم والديها. خوله كانت نجم تعدينا الفيديو. اش بينا نحن نعيشوا في قالي قتلك؟ هاي عرفت صاحبتها ريت الكورونا قالت ضربت في ريانا. اذكرهم مخرجكم، مش مخرجكم معناتها حاجات للصندي. شدوا دياركم، فرحكم، شدوا دياركم، خليكم لك الصغيرات، ربي ينجحكم، كل من جاب ربي، كل من جاب يعيش ويفرح. يا ناس راهو العمر غالي، راهو ما عندنا باش الدولة مسكينة حد الهمهامة، يا ولادي عاونوا شوي. يرحم والديها المرأة، فريمون محليها. الخبر الثالث، فهمنا برشا حسب المعجم نتاع الكورونا، لو ديكسيونير نتاع الكورونا، فما برشا معاني جدد. فهمنا اللي في معنى في الحب، فهمنا علاش اسمه حب لا يرى الشمس ومن الحب ما قتل. وفي شابيتخ البراكاجات في الكورونا، البراكاج مش بالموس، البراكاج بالبوس. البيئه في الكورونا، اليوم قارتنا راهي قارتنا اللي اونبان، قارتنا مغلقه. اما الاخبار الباهي في الكورونا، اللي نسبه التلوث هبطت ب 75%، والربح فينا هما الحيوانات، وربي عطاهم على قد قلبهم. البورصه في الكورونا، البورصه في الكورونا ما فيهاش الذهب، ما فيهاش اللوح، ما فيهاش السكر والبترول زادا والذهب. البورصه في الكورونا فيها السميد، وفيها البافات، فيها ليغون، وفيها الكول. واخيرا صابين البوبيل في الكورونا عنده الغيتوال نتاعو. ميرسي. واخيرا للناس اللي ضحكت على التصويره هذه، تصويره الدكتوره نصاف بن عليا على الحجره هذيك بالذات، نحب نقول لهم اليوم اضحكوا على جهلكم، واضحكوا على قله الوعي نتاعكم. التصويره هذه هي احسن تعبير الواقع تونس اليوم، رغم البنيه التحتيه الخايخه. اليوم عندنا الكفاءات نتاعنا، عندنا الدكاتره والباحثين، عندنا الاساتذه والمعلمين والامنيين اللي يتحداوا الدنيا الكل باش انتوما تعيشوا، باش انتوما تتعلموا، باش انتوما تبراوا، وانتوما تنجحوا. اليوم لازمنا التوانسة الكل نفيقوا من الدوخة، دوخة 9 سنين، 9 سنين عديناهم نجريو وراء الحرية، نجريو نلوجوا على الديمقراطية، ونلوجوا على المساواة، 9 سنين وإحنا حايرين يا ربي شكون قبل، المحاسبة وإلا المصالحة، 9 سنين تلهينا بالشكل ونسينا المضمون، 9 سنين بالعرك والمعروك، نسينا المعركة الأساسية متاعنا، اللي هي العيش الكريم، واللي هي البنية التحتية المتطورة، من معاهد ومدارس ومصحات ومستشفيات ومخابر. تلهينا بالشعارات العالية ونسينا الكفاءات اللي تخدم بسكيت. فرحنا بالديمقراطية، أما الديمقراطية لازمها مسؤولية. ديمقراطية من غير وعي هي ديكتاتورية اللاوعي. واليوم
فرصتنا، فرصتنا باش نحطوا لو كونتور ا زيرو. اليوم الفرصه نتاعنا باش نتوحدوا صفوفنا وباش نتحدوا وباش نتسامحوا ونتضامنوا اي سورتو نضحيوا باش نبنيوا تونس اقوى وخير. الله ممنونه الله ممنونه. برافو مينات. ميرسي بوكو. وكان تحبوا شويه تبدلوا جو عندنا كورونيات. اي طلعه برا لا 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 لا، اي طش زياره لا 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 لا، اي تسليم بواسله لا 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 لا، حتى تسلم بيدك لا 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 لا. يعطيك صحة مينات، بارك الله فيك أمون، يعطيكم الصحة.